بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. في هذه الفقرة إن شاء الله سنستكمل مع الأحداث التي طبعت منطقة بيكاردي في سنة 2019. Retour sur les 10 événements qui ont marqué l'année 2019 en Picardie. طبعا تحدثنا في أول مجموعة مهنية طبعا عن رجال الإطفاء. في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى مالاز aux urgences. طبعا مالاز المقصود بها sensation pénible. Sensation pénible. نقول عن شيء بأنه pénible يعني أنه فيه عقوبة وعذاب. نتكلم مثلا عن la punition يعني العقوبة. Action de punir. Action de punir. يعني عملية أن تعاقب. La punition هي العقوبة. إذا نقول عن شيء بأنه pénible المقصود أنه فيه عقوبة وفيه عذاب. مالاز المقصود بها sensation pénible. إذن إحساس كما نقول عقابي. إيطا دانكيتود أو حالة قلق. إيطا دانكيتود أو حالة قلق. إذا نتكلم هنا عن مالاز aux urgences. مالاز aux urgences. إذا كما نتكلم عن انزعاج أو قلق أو عذاب إلى آخره في غرفة الطوارئ. إذا نقول عن شيء بأنه urgent يعني أنه مليح. urgent أو bien urgent في حالة المؤنث dont on doit s'occuper sans retard. إذا نقول عن شيء بأنه urgent أو bien urgent في حالة المؤنث c'est-à-dire dont on doit s'occuper sans retard. إذا الذي يجب أن نهتم به وننشغل به sans retard بدون تأخر. إذن طبعا الشيء المليح والشيء المستعجل هو الذي يجب أن نهتم به قبل غيره. إذن هذا الذي نصفه بأنه urgent أو bien urgent في حالة المؤنث. إذن urgent أو bien urgent dont on doit s'occuper sans retard. dont on doit s'occuper sans retard. الذي يجب أن نهتم به وننشغل به. طبعا عندنا لو فيرب s'occuper يعني أنك تنشغل وتهتم بشيء. dont on doit s'occuper الذي يجب أن نهتم به. طبعا عندنا le verbe devoir dont on doit. le verbe devoir يعني توجب. dont on doit الذي به يجب. الذي به يجب كما نقول s'occuper أن نهتم. المقصود أن نهتم به sans retard بدون تأخر. إذا نقول مثلا une lettre urgente. une lettre urgente رسالة مستعجلة. ما معنى رسالة مستعجلة؟ رسالة يجب أن نعطيها الاهتمام. يجب أن نعطيها الاهتمام أولا. رسالة يجب أن نعطيها الاهتمام أولا. ضمن الأحداث التي طبعت منطقة بيكاردي طبعا في 2019 مالاز aux urgences انزعاج وقلق وضغوطات في غرفة الطوارئ. المقصود بأن شروط العمل في غرف الطوارئ أصبحت مزعجة وأصبحت مقلقة إلى آخره. Les professionnels de santé aussi arrivent à bout de souffle. Les professionnels تنتكلم أحيانا على la profession يعني المهنة. La profession مقصود بها المهنة. Les professionnels مقصود بها المهنيون. عندنا les professionnels de santé المقصود بها مهنيو الصحة. Les professionnels de santé aussi مهنيو الصحة أيضا المقصود هم أيضا arrive à bout de souffle. Les professionnels de santé aussi arrive à bout de souffle. إذا les professionnels de santé مهنيو الصحة aussi هم أيضا arrive à bout de souffle. arrive c'est le verbe arriver هذا فعل وصل. إذا فين وصلوا هاد المهنيو؟ أين وصل مهنيو الصحة؟ إذا arrive à bout de souffle كما لو نقول بأن مواصلوا إلى نهاية النفس. لو سوفل يعني النفس. إذن عندنا أبو. أغيب أبو. هذه كلمة أبو يعني نهاية أو طرف. إذن كلمة بو المقصود بها l'extrémité d'un corps ou d'un espace considéré dans le sens de la longueur. تنتكلم على l'extrémité المقصود طرف. طرف ماذا؟ d'un corps. طرف جسم. ودن اسباس أو طرف فضاء. كونسيديري يعني معتبر. تنتكلم على لو فيرب كونسيديري يعني اعتبر. دون لو سونس دو لا لونغور.
يعني معتبر في اتجاه أو في منحى الطول. إذا تنعتبر واحد الجسم أو واحد الفضاء أنه طويل مثلا، إذا عندما نتكلم عن son extremité ou bien son bout، المقصود أننا نتكلم على طرفه أو على نهايته، هذا هو المقصود بالإكستريميتي أو بيان لوبو. إذا لوبو المقصود به هو الإكستريميتي دان كور، إذا هو طرف جسمين أو دان اسباس أو طرف فضاء ما. تنتكلم مثلا على غرفة، غرفة هذه عبارة عن فضاء، أو مثلا فندق أو أي شيء آخر فيه حجم، إذا تنتكلم على فضاء. إذا نتكلم عن جسمين حتى لو لم يكن فضاء، أو نتكلم عن فضاء أن يكون يتميز بالطول، ولكن هذا الجسم أو هذا الفضاء يتميز بالطول كما تلاحظوا هنا considéré dans le sens de la longueur، المقصود بأنه يعتبر في اتجاه الطول، تنعتبر الطول ديالو. عندما نتكلم عن لوبو ديال هذا الجسم أو ديال هذا الفضاء، المقصود تنتكلم على son extremité، تنتكلم على الطرف ديالو، المقصود أننا نتحدث عن نهايته. ومنها كلمة الاكستريميزم يعني التطرف. ما معنى التطرف؟ يعني تيكون عندنا واحد الفكر، عندنا واحد الدين، أو عندنا واحد الإيديولوجيا مثلا، الإنسان بدل أنه يأخذ الوسط ديالها يكون مطلع على جميع الأراء فيها، هو تينحاز، فهو ينحاز إلى طرف معين، ينحاز مثلا إلى طرف متشدد، إذن فينحاز إلى اليمين أو إلى اليسار. إذن نقول عنه بأنه إكستريميست، يعني أنه متطرف، المقصود بأنه أخذ بطرف هد الفكر. نقول مثلا لو بو دي كوتو إي بوينتو، لو بو دي كوتو إي بوينتو، يعني أن طرف السكين إي بوينتو، المقصود بأنه حاد. وبيان لو بو دان شون، لو بو دان شون يعني نهاية حقل. إذا تنتكلموا على لوبو، المقصود ليكستريميتي يعني الطرف. إذا لي بروفيسيونيل دو سونتي اوسي اغيف ا بود السوفل، إذا مهني الصحة أيضا وصلوا إلى نهاية لو سوفل. لو سوفل المقصود به هو النفس، طالما أخذوا نفسا المقصود بأنهم انتظروا وصبروا بنفس طويل حتى وصلوا إلى آخر النفس، المقصود بأنه لم يعد لهم صبر، هذا هو المقصود. لي بروفيسيونيل دو سونتي اوسي اغيف ا بو دو سوفل بارتو اون فرانس، في كل مكان في فرنسا، لي سيرفيس دورجونس، لي سيرفيس دورجونس، مصالح الاستعجال سو سون مي اون غريف، يعني انهم وضعوا في احتجاج، يعني انهم وضعوا في احتجاج، المقصود بانهم اخذوا يحتجون. Les services d'urgence se sont mis en grève. يعني مصالح الاستعجال se sont mis، يعني أنهم وضعوا أنفسهم كما نقول en grève، في إضراب، يعني أنهم بدأوا يضربون. En Picardie في هذه المنطقة، le mouvement est suivi dans une douzaine d'hôpitaux، يعني أن الحركة تبعت. Le mouvement est suivi. Le mouvement يعني أن الحركة est suivi. طبعا تنتكلموا على لوفر سويفر، سويفر يعني انك انت تتبع، هنا تنتكلموا على الحركه بانها سويفي، اي سويفي يعني انها تبعت، يعني تبعوها وحدين اخرين. دون زون دوزان دوبيتو، في 12 من المستشفيات. دون زون دوزان دوبيتو، كما نقول في دزانه من المستشفيات، المقصود في 12 من المستشفيات، particulièrement dans l'Aisne، وخاصة في منطقة أزن. أزن كما تنشوفوا على الخريطة، أزن كما نرى على خريطة فرنسا، هذه منطقة أزن، لازن. إذا في منطقة بيكاردي، le mouvement est suivi dans une douzaine d'hôpitaux، إذا الحركة اتبعت في 12 من المستشفيات، et particulièrement dans l'Aisne، وخاصة في منطقة إزن. إذن من هذا نفهم بأن إزن هي ضمن بيكاردي. لي غوفونديكاسيون، المطالب سون بروش دو سيل دي بومبيي، يعني هي قريبة من التي عند رجال الإطفاء، هي نفسها تقريبا التي عند رجال الإطفاء. لي غوفونديكاسيون، طبعا نتكلم على لو فيرب غوفونديكي، يعني أنك تطالب
revendiquer, يعني أنك تطالب les revendications المطالب sont proches, يعني أنها قريبة de celles, قريبة من اللاتي des pompiers, قريبة من اللاتي كما نقول لرجال الإطفاء. manque de moyens طبعا نتكلم على لوفير مونكي يعني أنه ينقص الشيء. هنا عندنا مونك دو مويان كما نقول نقصان وسائل, نقصان الوسائل المقصود نقصان المعدات, هناك خصائص المعدات. إذا مونك دو مويان بروبليم ديفيكتيف, طبعا الافكتيف المقصود به هو عدد الأشخاص. بروبليم ديفيكتيف مشكل في عدد الأشخاص, المقصود بأن هناك نقصان في عدد الأشخاص, المقصود أنهم يطالبون بتوظيف أشخاص آخرين لمساعدتهم وحتى يتوزع العمل على أشخاص أكبر حتى لا يبقى ضغط على مجموعة أشخاص هم أقل, هم أقلية كما نقول. هذه عندها علاقة ب surcharge de travail. طبعا نتكلم عن surcharge كما نتكلم عن حمولة أكبر surcharge. طبعا لا شارج هي الحمولة, سيرشارج كما نتكلم عن حمولة أكبر, المقصود بأنهم يتحملون فوق ما يجب أن يتحمله تتخفي من العمل. طبعا هنا كمال نتكلم عن حمولة عمل فوق الحمولة التي يجب أن يتحملها. إذا سيرشارج تتخفي, سيرشارج كمال نقول فوق الحمولة, سيرشارج تتخفي كما نتكلم عن فوق حمولة في العمل, المقصود أن هناك حمولة عمل أكبر مما يجب أن يكون. insécurité au travail. إذن عدم الأمان في العمل. إذن كما تلاحظوا بأن تقريبا نفس مطالب رجال الإطفاء. les soignants, طبعا نتكلم عن لغة سواني يعني أنك تعالج. إذن هنا عندنا les soignants يعني المعالجين كما نقول tire la sonnette d'alarme, يعني أنهم كما نقول يجرون لا سونيت دالارم. لا سونيت كما نتكلم عن جهاز الإنذار, لا سونيت يعني الجهاز الذي يعطي ذلك الصوت مثلا عند دخول معمل أو عند دخول مدرسة يسمع صوت, يسمع صوت لجهاز. طبعا ممكن أنه يستعمل بمعنى الإنذار أو مثلا عند رجال الإطفاء تسمع صفارة مثلا طبعا فيستعدون لملاقاة أمر خطير مثلا. إذا نتكلم على لاسونات دالارم كما نتكلم عن صفارة الإنذار. لسوانيو تيغ لاسونات دالارم, إذا هاد المعالجون كما نقول يجرون لسوانيو تيغ. لو فيرب تيغ المقصود بأمني فيغ سوا يعني أنك تجر شيئا, أمني فيغ سوا, توندا أنك تمد, تخاصي أنك تسطر, أمبخيمي امبريمي يعني انك تخرج مطبوعا مثلا, فير سورتير يعني انك تعمل على اخراج, او بيان اكزيكوتي ان تير يعني انك تنفذ طلقه مثلا طلقه ناريه او تضرب كره مثلا. اذا نتكلم عن تيغي لو فير تيغي. اذا لي سوانيو تير لا سونيت دالارم, كما نتكلم عن مقدم الرعايه الصحيه تير لا سونيت, تير لا سونيت دالارم يعني أنهم يطلقون ناقوس الخطر. Et les annonces du gouvernement n'ont pas suffi à les convaincre. Et les annonces du gouvernement n'ont pas suffi à les convaincre. وإعلانات أو تصريحات الحكومة n'ont pas suffi. عندنا le verbe suffir. Suffir يعني أنك تكفي. N'ont pas suffi. عندنا le verbe suffir. يعني أنك تكفي, يعني أنك تكفي واحد العمل بأنك تقنع فيه. إذن هنا non pas suffi à les convaincre يعني أن التصريحات لم تكفي لإقناعهم, المقصود بأن ما قدم لهم من وعود إلى آخره لم يكن كافيا لإقناعهم. إذن هذه التصريحات الحكومية لم تكفي لإقناعهم. Et les annonces du gouvernement n'ont pas suffi à les convaincre. Des violences tous les jours on en subit. Des violences tous les jours on en subit. العنف في كل الأيام on en subit. يعني أننا نتعرض له. طبعا هاد on الأولى تتعود علينا احنا. أنا أتكلم عن نفسي مثلا وعن الأشخاص الذين معي أقول on. المقصود أنني أذكر أشخاصا لا أعرفهم
ولكن أنا أعرف بأنهم يتلقون هذا العنف. إذا أقول أن هاد أن تانية تتعود دي فيولونس. طبعا هنا ما بغيناش نعودوها. الأصل شنو خاصنا نقوله؟ الأصل أن نقول دي فيولونس تو لي جور أون سوبي دي فيولونس، يعني أننا نتلقى العنف. ومادام أننا ذكرنا دي فيولونس يعني العنف، كما نتكلم عن عدة عنف. طبعا هنا عنف راه جمعنا، طبعا هنا تنتكلموا على دي فيولونس، فيولونس في الجمع، نتكلم عن كلمة العنف في الجمع. دي فيولونس تو لي جور في كل الأيام، أون سوبي يعني أننا نتعرض له، المقصود أننا نتعرض للعنف. إذا عندنا العنف في كل يوم نتعرض للعنف. إذا طبعا حتى لا نعيد كلمة عنف كما نلاحظ، إذا عوضنا بهاد أون الثانية. إذا تو لي جور أون سوبي يعني في كل يوم نتعرض له، نأخذه. طبعا عندنا لو فيرب سوبير، أون لو فيرب سوبير المقصود بأنك تتحمل أو تتكبد إلى آخره. إذا نتكلم عن لو فيرب سوبورتي، أو بيان إتخ لوبجي دو، أن تكون هدفا لي، أو بيان إتخ لوبجي دو يعني أن تكون هدفا لي، المقصود بأننا كنا هدفا لهذا العنف. إذا نقول مثلا سوبير أن شانجمون، سوبير أن شانجمون يعني أنك تكون هدف لتغيير. نقول مثلا جي سوبي أن شانجمون يعني أنا تعرضت لتغيير، أو أنني كنت هدفا لتغيير. سوبير أن شانجمون أو تتعرض لتغيير. دي فيولونس تو لي جور أون سوبي، العنف في كل الأيام نحن نتعرض له. كونتون سوفي أنسولتي، كونتون سوفي أنسولتي عندما نجعل نسب. كونتون سوفي أنسولتي عندما نجعل نسب، المقصود عندما نسب. أنسولتي كيلكا يعني أنك تسب شخصا، المقصود هنا كونتون سوفي أنسولتي عندما نهان بمعنى آخر، عندما نتعرض للإهانة. كونتون سوفي أنسولتي طبعا حرفيا كما لو نقول عندما نفعل نسب، هنا كما لو نقول عندما نفعل سبا، المقصود عندما نسب، عندما نسب أو عندما نهان أو عندما نتعرض للإهانة. إذن هذا هو المقصود بالجملة. كونتون سوفي أنسولتي طبعا هذا كلام شخص من غرفة الطوارئ، هنا شخص يتحدث من غرفة الطوارئ ويعبر عن نفسه وعن المجموعة التي ينتمي لها. إذن يقول ماذا؟ دي فيولونس تو لي جور اون سوبي، العنف في كل الأيام اون سوبي نتعرض له. كونتون سوفي أنسولتي عندما نهان ونتعرض للإهانة. كونتون نو بارل مال عندما يتحدث لنا بشكل سيء. كونتون نو بارل مال، كونتون نو بارل مال عندما يتحدث لنا الناس طبعا بشكل سيء. بور موا بالنسبة لي سي ديجا دو لا فيولونس، سي ديجا دو لا فيولونس إنه من قبل من العنف. سي ديجا دو لا فيولونس طبعا عندنا هاد ديجا تعني من قبل، سي ديجا دو لا فيولونس طبعا عندنا ديجا تعني من قبل. هنا طبعا في هذه الجملة وفي جمل أخرى تتعني صافي، صافي بمعنى آخر كما نقول بالدارجة. ملي تنقول صافي، عندما نقول صافي بالدارجة المغربية المقصود بأن الأمر انتهى، المقصود هذا صافي من العنف. سادا جادو لا فيولونس كما نقول هذا من قبل من العنف، صافي هذا شكل من أنواع العنف. إذن كما تقول سيسيل ديو انفيرميير يعني أنها ممرضة أوز يورجانس، أوز يورجانس ممرضة في الطوارئ دو لوبيتال دو سواسون يعني أنها ممرضة بمستشفى سواسون. سيسيل ديو انفيرميير أوز يورجانس دو لوبيتال دو سواسون. إذن كما قلنا les professionnels de santé aussi arrivent à bout de souffle partout en France. Les services d'urgence se sont mis en grève. En Picardie, le mouvement est suivi dans une douzaine d'hôpitaux et particulièrement dans l'Aisne. Les revendications sont proches de celles des pompiers, manque de moyens, problèmes d'effectifs, surcharge de travail, insécurité au travail. Les soignants tirent la sonnette d'alarme et les annonces du gouvernement n'ont pas suffi à les convaincre. Des violences tous les jours en ont subi quand on se fait insulter. Quand on me parle mal, pour moi c'est déjà de la violence. Cécile Dio, infirmière aux urgences de l'hôpital de Soissons.
حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.